أحسن الله إليكم. يقول السائل: بلغني خبر عن زوجتي، فقلت لها في غضب شديد جدا: أنت طالق ومحرمة علي. ثم تبين لي أن هذا الخبر غير صحيح. هذا السؤال تتقدم به للمحكمة الشرعية أو إلى دار الإفتاء، إن كنت في السعودية فالمحاكم الشرعية أقرب محكمة إليك، أو دار الإفتاء، أما إن كنت في خارج السعودية فتعرض هذا السؤال على المفتين في بلدكم. نعم.